السلام عليكم، معكم عثمان من مدينة الفنيطق. اليوم جينا نتشكاو على هذه المعاناة هذه اللي وقعت الدراري الصغار. الناس كيطالبوا بهذا الشيء يتعدل هذا الشيء هذا، وما كاين ما شفنا بو، يعني ما شفنا بو تساعدوا لهنايا. يعني أي واحد هنا الدب الناموس، الناس هنا ساكنين، يعني ما كاين حتى شي حاجة هنايا الخوت، يعني بحال اللي عايشين في غابة، فهمتي؟ دابا يعني بحال اللي زايدين على الغابة حنايا. شوف شوف اخاي بن عيسى شنو واقع هنا يا اخي. شوف 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 الحلوف عايش احسن منا اخوتي، الحلوف والله العظيم احسن منا والله العظيم. الناس هنا كتعاني كتعاني بزاف الناس، الله يحسن العون. هنا مدخم يمرض، اضعف امام هنا يمرض بالضيقه، يعني اضعف امام يمرض بلادنا هنا بالضيقه. اللهم هذا منكر، مسؤولين ميكين علينا. تشوفوا من حالنا وتشوفوا من حال هاد السكان هادو، اللهم هذا منكر. شوفوا شوفوا شحال ديال الناس هنا، شحال الشباب هنايا. الشباب هذا ما يبقاش فيك، حسبوا بنك بنتك، حسبوا مرتبط ولادك كاملين. شوف مدخم هنايا كيعايش بالغبره هنايا. شوف كلشي كيعاني. شوف شوف اخي بن عيسى، شوفوا رجع عليا اخي. شوف شوف كلشي كنكذبوا عليهم. شوف اللهم هذا منكر اصاحبي. حنا كنطلبوا، ما كنطلبوا منكم والو، ما كنطلبوا من المسؤولين يعدلونا هذا الوضع الحار هنايا، ما كطالبين منكم حتى شي حاجه. الله يرحم الوالدين ديالكم، عطونا غير واد الحر. كتجيو في الايام ديال الانتخابات، حنا غنعملو لكم، غنصنعو لكم، غنتركو لكم، ما كنشوفو والو. اللي كيشبر شي منصب عين ميكا، عين ميكا، كتضربو غير على راسكم. حاولوا الخوت ديالنا، الله يرحم الوالدين، حسبونا خوتكم اصاحبي. تعيش انتينا سعاد الباشا، تعيش هنايا، تعيش هنايا، تعيش هنا سعاد القايد، تعيش هنايا. الا كنتي تعيش هنايا حنا نعيشو هنايا. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم اسيدي، اختي المواطنة، اختي المواطنين. حنايا مكرشين في هاد الحومة سنين، وحنايا مكرشين في هاد الشارع، حومة جبار. عينا ما نجريو، عينا ما نطلعو للعمالة، عينا ما نديرو. اللي كيترأس كيقول لك هاد العام غنعدلكم، أنا صوتوا عليا حنا غنعدلكم. حنايا ما شفنا والو، حنايا ولادنا مضرورين بالواد الحار، مضرورين بالتراب وبالزبل حشاكم وبالربيع، كيخرجوا لنا الحيايه هنايا، كلشي هنايا. حنا عينا ما نهضروا مع المسؤولين، عينا ما نمشيو للبلديه دائما كيصدونا. حنا عينا ما نهضروا من المسؤولين، كنطلبوا من المسؤولين يصلحوا لنا الطريق. كيجيو حدو من فين الشاطئ وكيوقفوا، واش حنا ماشي بشر؟ حنا ماشي مسلمين؟ راه ولادنا مضارين ومكربسين في الشتا في البرد بالسخانه، بالسخانه بالناموس والدبان والزبل حشاكم. وحنا يا سيدي بغينا من المسؤولين يشوفوا فينا بعين الاعتبار، يردوا يشوفوا فينا بعين الرحمه. راه حنايا مكرفسين، عينا ما نجريو، عينا ما نمشيو. اللي كيدخل لنا الزبل كيتصبع عندنا، والكتكربيس فينا، والماء فينا، والواد الحار هو واد علينا. الله يرحم الوالدين، لما يشوفوا في هاد الاولاد راه ولادنا كلشي مريض بالحساسيه. السلام عليكم، حنايا في حومة شبار مدينه الفنيدق. هاد الساكنه كامله كتشوت علينا، هودنا البلديه تيقول لك حنا طالعين، مشينا لهاد امانديس تيقول لك حنا طالعين، جا في الانتخابات دقوا علينا مع 12 الليل، قال لك خم خرجكم السوق من هاد الواد الحار. دابا داز عامين ما كاينش اللي يرقب لعندنا، حنا ولادنا مراضين، الناموس، الدراري ما كيطلعوش يطلعوا من هنا، الواد مطلوق. المهم الحاله لا لوتارها، لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس عايشين في الغابه وما عايشين في هادشي اللي عايشين فيه حنايا. الواد مطلوق، الخنز، الناموس، المهم لا حول ولا قوه بالله العظيم. حنا عينا ما نتشكاو حتى شي واحد ما طلع لعندنا ولا شاف فينا ولا شاف هذا المنكر هذا اللي مسيب. الواد ها هو مخلص الدول، ما مخلص، والواد الحار مطلوق علينا. اللهم هذا منكر، وشكرا بزاف. انا من مدينه الفنيدق، جينا باش نشكيو على هذا الواد ونهضروا على هذا الواد. وفيما كيجيو عندنا تيقولوا نحن غنصلحوا لكم، حنا غنديروا لكم. حنا انا عندي العيال باقي صغارين، كلشي عندي مريض، حتى واحد ما كيجي. درنا ما شحال من شكايه، وهني حتى واحد ما بغى يوصل عندنا. اللي كيمشي عندنا ملي كيمشيو عندهم نشكيو عليه ونديروا عليه، كيقول لك لا سير من بعد وغنطلعوا، حتى واحد ما كيطلع لعندنا. يعني هذه مدينه الفنيدق كامله مضروره، يعني راه من الفوق حتى لتحت حنا كنخلصوا الماء، كنخلصوا الضوء، وهني باش يجي يصلحوا لنا القواضص حتى واحد ما كيوصل عندنا. ملي كنمشيو نتجمعوا حنا النساء كاملين نمشيو للبلديه، كيجريو علينا كيقولوا كيدخلوا جوج، كيدخلوا ذوك الجوج كيقنعوهم بجوج كلمات كنجيو بحالنا. يوميا هذا الشيء عندنا مكرر، وهني انا ولادي بالنسبه لي انا وعندي العيال صغارين، ثلاثه العيال صغارين، كلشي مضرور. انا كنطقطق لقدام الباب ديالي وكنتخطاه وكندوز عليه، وهني حتى واحد ما كيجي يصلح. كنمشي نشكي، كنمشي نهضر، حتى واحد ما كيجي يصلح، حتى واحد ما كيجي يصلح.
انا واحد الانسان من الفنيدق بلا اسم مكمول، واني انا كنشكي بالنسبه لي انا عندي تحت الدار ديالي. الا جيتو شفتو الدار ديالي هذيك الساعات غتشوفوا الحاله كيفاش دايره. كلشي ما تقدريش حتى تدخل تجلس، ما تاكل في راحتك، ما تجلس في راحتك. كلشي عندي الريحه تما، لا اله الا الله. وشكرا. بالنسبه كنا تنهضروا على هذا الواد الحار، هذا الواد الحار دار هاد الساكنه كامله، بالنسبه للاطفال الصغار، بالنسبه يعني الناس مضروره، الناس بالاخص ديال الواد اللي شادين في هذا الواد هذا. انتم كتشوفوا الحاله ديال هذا الشيء هذا، يعني الله يجازيكم بخير. حنا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا حالتنا، يشوفوا من حاله هاد الصبيان هادو وهاد الدراري هادو، يعني الدراري كلشي مراضين. بالنسبه للنساء تعارف كاين نساء كبارين، كاين اطفال صغار، كاين يعني بالنسبه فهمتيني، يعني الله يحسن العون. حنا يعني ماشي تنطالبوا بهذا الشيء هذا من هذا الواد الحار، يتعدل لنا الواد الحار. الناس مخلصين الضوء ديالهم، مخلصين الماء ديالهم، كلشي يعني عندهم هذي. بالنسبه للواد الحار يعني الناس مكرفصه، بالاخص في الواد في التحت. الناس اللي فوق راه شويه، والناس اللي تحت هنا مجنبين مع الواد راه عندهم الاطفال مراض، يعني كلشي مراض الاطفال هنايا. انتم كتشوفوا الحاله، يعني راه دائما الواد هذا ما تقدرش تطلع منه هنا بالخنز. هذا الواد هذا ما قدرش تطلع منه بالخنز، حتى كتشوف الحاله كيفاش عامله. الله يجازيكم بخير، الى ما شوفوا من حاله هاد الصبيان ومن حاله هاد الناس هادو. الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم. تحياتي اخوتي المغاربه من الحياه اليوميه اللي كتجي عندنا مدينه فنيدق، وكتساندنا كتشوفنا المعاناه اللي كنعانيو حنا في هاد المدينه، فهاد مدينه فنيدق. انا دابا جيت لعند شي ناس هنايا، يعني جيت طالع على واحد السيده راها مريضه، وجيت نحيي معاها صلاه الرحم. وتحيه اخوتي المغاربه اللي كيشوف هاد الفيديو هذا بارطاجيه. كنشوف انا العيال صغارين كيلعبوا في هاد البخرارو هذا، واش ما كاينش مسؤولين في هاد مدينه فنيدق؟ واش هادو هما المسؤولين اللي حنا صوتنا عليهم؟ هادي الاسره ومعاصره اللي حنا جرينا وقاسينا معاهم بدون مقابل. يا قلت حنايا كتخلصوا امانديز، هاد الساكنه هادي كتخلص امانديز ياك، ومنسقه الواد الحار ديالها وعندها الماء والضو هنايا. بغيت نعرف انا هاد القواديس هادو اللي مطرطقين هنايا، واش ما كاين حتى شي مسؤول هنايا هزاتو النفس؟ بغيت نعرف انا شنو دير بهاد الصبيان هادو. هاد الصبيان دابا هادو اللي هنايا مساكن كيشموا هاد الريحه هادي، اللي مريض بالعينين، اللي مريض بالحكه، اللي مريض بالسعنة كيشمها هو، يا كيسعر كيبات ليله حتى الدواء ما كيسقارش فيه. بغيت كنطالب بهاد المسؤولين هذا، واش شي واحد شي مسؤول كيصيفط ولدو هنايا؟ مثلا نقولوا لك ساكن هنايا، واش ولدو يقدر يبغي يخليه يلعب هنايا في هاد الحي هذا؟ عملوا راسكم في بلاصتنا، وتنتوما شوفوا المعاناه اللي كيعانيوها هاد الساكنه هادي، فهمتيني؟ وتحيه اخوتي المغاربه، راه اللي كيشوف هاد الفيديو هذا راه ضرر ضرر في ضرر في ضرر، راه هذا المنكر عباد الله اللي كتشوف هاد الشيء هذا وكيسكت عليه. حنا ما باغيينش نسكتوا على هاد الشيء هذا. انا كنطالب مسؤولين ديال هاد المدينه هادي، وهاد المسؤولين هنايا ديال هاد البشاويه وهاد البلديه وهاد زيد وزيد، يعني شوفوا لهاد الساكنه هادي، هاد الساكنه هادي راه كتشم واحد الريحه، خصوصا الاولاد ديالهم. عباد الله، ولا يكون العايل كيقرا وراه حتى الذاكره الذكريه غتهرب له. اللهم هذا منكر. وتحياتي اخوتي المغاربه اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. هذه فاطمه من مدينه فنيدق اللي كتعاني المعاناه ديالها. ما بقيتش كنشوف دابا انا المعاناه ديالي، اللي انايا محرومه من الماء والضو، وليت كنشوف انا هاد الصبيان هادو راهم ولادكم، هما ولادنا حنايا. شوفوا عين من اجل هاد الصبيان هادو شنو هما ذنبهم. وكما قلتوا نتوما عاد تصلحوا الواد الحار، ومشي شي قولي لي نتوما قولي نقيتو غير الفوق الفوق وخليتو القنوت، وعريوت على القنوت تما نقيوهم. وشوفوا من هاد الساكنه هادي، اللهم هذا منكر. وهاد الساكنه هادي راها كتعاني، وراها كتعاني من الفقر، وكتعاني من الشوع، وكتعاني حتى من المرض. دابا انا ولدي ولا بنتي مرض مشيت لراس لوطه خصني نخلص 60 درهم عا باش ندخل انا نستشر معايا غير الطبيب باش هاد العائله تمرض. والله ما هذا منكر. تحياتي اخوتي المغاربه اللي كيشوف هاد الفيديو هذا بارطاجيه.